السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد. النهاردة جاية أجاوب على سؤال، وحسيت إن السؤال ده لو هجاوب عليه يفضل إن أنا أجاوب عليه في فيديو، لأنه ممكن يكون مهم لكتير جدا من المتابعين اللي بيكون عندهم خدمة أو بيكون عندهم منتج وعايزين يصمموا باكج للمنتج ده أو يعملوا إعلانات للمنتج ده، فالموضوع ده ممكن يتم إزاي؟ طبعاً الأساس هو عمل باكجينج للمنتج ده. باكجينج يعني مثلاً سي حضرتك بتعمل منتج، أو حضرتك بتعملي منتج في البيت، بيتزا مثلاً، وعايزة تعملي تصميم للكرتونة اللي بيتحط فيها أو العلبة اللي بيتحط فيها البيتزا، أو حضرتك مثلاً بتعمل أيضاً منتج معين وعايز تصمم الباكجينج بتاع المنتج ده هيكون عامل إزاي، أو التغليف بتاعه أو التعليب بتاعه هيكون عامل إزاي، فأنت عايز تصممه وظبطه وبعدين تروح للمطبعة اللي هتطبع لك الكلام ده وتقول لها اطبعي لي كذا أو اعملي لي كذا whatever. المهم إن أنت عايز تشوف الشكل النهائي هيكون عامل إزاي. ده اللي أنا النهاردة جاية أتكلم عنه من خلال موقعين هنتكلم عنهم النهاردة، وهيسهلوا الموضوع جدا جدا، خصوصا لو انت عندك حس التصميم. يعني انا كمروة بصراحة عندي مشكلة شوية في الحس بتاع التصميم، التصميم عندي مش عالي. يعني في ناس عندها حس التصميم عالي جدا جدا وبيبقى عندها افكار، بس عايزة الافكار دي تنفذها على برنامج يساعدها من غير ما تكون عندها الادوات الخاصة بالتصميم. يعني ما بتعرفش تشتغل على الفوتوشوب، ما بتعرفش تشتغل على هذا النوع من التطبيقات، فاحنا النهاردة هنساعدها في ان هي تلاقي الطريق انها تبتدي انها تعمل الموضوع ده بنفسها. طب عشان نعمل الموضوع ده نعمل ايه؟ اولا هفترض ان انت عندك منتج، والمنتج ده انت عايز تبتدي ان انت تحطه في علبة معينة. نفترض مثلا ان الحاجة دي حاجة لها علاقة بالبافرج او الفود الاكل، فهروح لي سمارت موكابس. وسمارت موكابس انا كنت اتكلمت عنه من قبل على الموقع، وهو موقع بيمكنك ان انت تشوف التصميم بتاعك على منتجات مختلفة، سواء كان حاجة لها علاقة بالتكنولوجي، سواء حاجة لها علاقة بالفود اند بافريج، والبرنت على تي شيرت، الحاجات دي كلها بالابعاد اللي انت عايزها او هتصمم على اساسها. هبتدي اروح للباكجينج، والباكجينج فيها حاجات كتيرة: كوزموتكس، فود، beverages, supplements, bags and boxes و other. أنا هاخد مثال معاكم النهاردة إن أنا هروح للباجز and boxes. في الباجز and boxes في حاجات كتيرة جدا. طبعا في حاجات في البرو بلان، وهنا بقى بتوريك الحاجة بجودة عالية والكلام ده كله. أنا هوريك الفكرة وإنت بقى ليك مطلق الحرية إن أنت تشوف، لأن أنا مش بعمل دعاية، أنا بوريك الفكرة نفسها هتكون عاملة إزاي بمنتهى البساطة. نفترض إن حضرتك بتعمل ديزاين لمنتج، وليكن المنتج ده بيتزا، حضرتك بتعمل بيتزا وعايز تحطها في يعني علبة كرتون، عايزة أشوف شكلها على العلبة كرتونة البيتزا هيكون شكلها عامل إزاي. نفترض مثلا على سبيل المثال يعني إن هتكون هي دي العلبة بتاعتي، العلبة بتاعتي بتاعت المنتج اللي أنا هحطه جوه، هو مثلا هنا بيديك الابعاد، بيقول لك ان التصميم ممكن يكون موجود فين. طبعا انت حر، عايز تحط التصميم على السايد بوكس، السايد اللي هو من هنا، او عايز انت تحطه على الجزء ده الفرونت، او عايز تحطه فوق التوب، دي حاجه راجعه لك، بيوريك هو يعني ايه لما تيجي تحط الصوره هنا شكل العلبه هيبقى عامل ازاي. طب هنا، طب هنا، هنا انا نفترض ان انت مثلا سي هتصمم للثلاثه، التصميم للثلاثة، انت عايز تشوف شكل التصميم بتاعك في الفاينل في الاخر خالص هيبقى شكله عامل ازاي. انا هنا مثلا هقول الكاستمايزيشن، مثلا نفترض مش شرط يكون 1200 في 600، بس هبتدي استخدم اسهل حاجة ال 1200 في 600، فانا هبتدي ان انا 1200 و600 دول ممكن تعمل ضعفهم، يعني حاجة راجعة لك 600. هفترض ان حضرتك مثلا ايه عايز حاجة بالابعاد دي، هبتدي اروح على برنامج كانفا، وده تاني موقع معانا النهارده، انا بحب استخدم الويب اب، وهبتدي اروح لكرييت ديزاين وابتدي احط الابعاد حسب الكاستم سايز اللي انا عايزاه. نفترض ان هو ده السايز اللي انا عايزاه، فهنا اهو هيكون كام في كام. هو عباره عن 1200 في 600، انا بديك مثال طبعا، 1200 في 600. اوكي، هبتدي كرييت نيو ديزاين، وهبتدي ان انا اعمل بقى الديزاين بتاعي. فهنا انا هفترض ان الديزاين بتاعي هعمل بيتزا،
حاجه لها علاقه بالبيتزا، بيتزا بقى سلايز، بيتزا كلها كامله. هفترض ان انا ببيع سلايزز، يعني اوكي سلايز كبير شويه. في الحاله دي هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اروح للاليمنتس مثلا وابتدي اكتب بيتزا. انا عايزه اعمل اللوجو ده، انا لسه ما عملتش حاجه خالص. ابتدي اروح هنا اكتب بيتزا سلايز مثلا، انا عجبني جدا قوي ده، هو موجود في البرو بس انا عجبني قوي، فهاخده كده بالمنظر ده كده احطه في النص، وهيبقى اللوجو بتاعي عباره عن السلايز دي بتاعت البيتزا، شريحه البيتزا دي. واروح على سبيل المثال في التكست هنا ابتدي اختار الاسم، هسميها بيتزا بلس بس دبل اس علشان في براند اوريدي موجود اسمه بيتزا بلس، فانا هاخدها يعني بدور على اسم مثلا انا مش عايزاه يكون مشابه لاسم تاني يعني. فانت طبعا هتدور على البراند ولازم تتاكد ان البراند دوت مش موجود منه يعني نفس الاسم، الحاجات دي طبعا مهمه جدا يعني. هنا فري دليفري دي عجباني قوي، يعني نفترض ان انت بتقدم الموضوع فور فري، نفترض ماشي، انا بس ايه بفترض فري دليفري مثلا. هنا عايزه انا احطها كده ايه في الديزاين بتاعي هنا في العلبه من هنا. ايه هنا انا هبتدي اكتب التكست بتاعي، هبتدي احط هنا هقول بيتزا بلس بس دبل اس، وابتدي اختار الفونت مثلا وليكن فونت زي ده، ممكن اروح اعمل عليه شوية افكت، يعني يفضل طبعا ان انا اعمل عليه افكت، وممكن اختاره بلون مختلف شوية يعني لون مبهج. حاجة كده مثلا، وممكن اروح في الافكت اقلل شوية الافكت اهو بالمنظر ده كده، وادي مثلا البيتزا بلاس. طبعا التصميم يعني على قد شوية، وابتدي ان انا اقول ان هو ده الشكل اللي هيكون موجود في الجزء ده من العلبة. وهنا مثلا انا ممكن اعمل الباك جراوند اللون ده مثلا، اوكي لون برضو من الالوان المبهجة، وابتدي ان انا اعمل داونلود لاول جزء عندي، هبتدي ان انا اشوفه على العلبه بتاعتي. هبتدي اروح كده لتاني جزء اشوف كده السايز اللي هو البوكس فرونت كفر ده. احنا كده شفنا البوكس سايد كفر، انا عايزه بقى البوكس فرونت كفر 2400 في 400، او هنا هاخده 2400 400، اعتقد ان ده السايد. ممكن هنا بقى احط ان انا اخد الحته بتاعت فري ديليفري دي اتك عليها واحطها برضو هنا، وطبعا ما ننساش ان يكون نفس اللون، وممكن اخد التصميم بتاعي وابتدي اروح هنا للجزء ده كنترول في، ابتدي ان انا احطه اوكي، وابتدي ان انا اعمل داونلود ايضا، وممكن تاني ابتدي اروح اشوف اللي هو ال 2000 في 1200 ده. انا هبتدي اروح اختار 2000 في 1200، كرييت نيو ديزاين، و اختار اللون ده وده يبقى كده كبير شوية. ممكن تحط الرقم بتاعك هنا مثلا، يعني ممكن تروح جاي كده حاطط ال order now وتحط الرقم order now، وتحط مثلا الرقم مثلا 1000 اي حاجة يعني، ده اي رقم ممكن اعمل عليه شوية افكت بسيط قوي. حاجة
حاجة كده يعني. ممكن بقى كمان يعني تعمل حاجة لذيذة جدا من وجهة نظري، يعني ممكن تبتدي ان انت تعمل سلوجن للشعار. ازاي تعمل سلوجن مثلا؟ يعني على سبيل المثال ممكن اروح كده لشات جي بي تي، يعني انا بفكر معاكم، بفترض ان انا عندي منتج يعني، وعايزة احط له بقى كمان شعار الناس تفتكرني بيه. فهنا هقول له give me a slogan for pizza brand. لا كبير قوي، هقول له simple one. simple one please. pizza bar slice into happiness. دي حلوة قوي دي كده. copy. ممكن اروح بقى كده الكانفا وابتدي ان انا اقول له دي، وبرضو ممكن اروح اعملها كده واروح اعمل يعني ايه، اخليها سلايز انتو هابينس. كأنها كود كده يعني ايه. واعمل افكت وابتدي ان انا اعملها بالمنظر ده، وطبعا تختار بقى الفونت يعني يكون شكله حلو شوية. slice into happiness دي احلى. هنا ده ممكن ارجعه تاني زي ما هو نون. بتبقى حاجة صغنطوطة كده. وابتدي اعمل شير وداونلود. وتعالوا نرفع التلاتة بقى عندنا على الـ Stunning Product Mockup علشان نشوف الشكل النهائي للباكجينج بتاعي هيكون عامل ازاي. اولا هنا الـ 1200 في 600، فهبتدي ارفع ابلود الايمج بتاعي الـ 1200 و600، وهبتدي ارفع الفرونت. تعمل على اي نوع من هذه المواقع اللي هي بتوريك على الموكب، السمارت موكب يعني. في مواقع كتير لها نفس الفانكشن او لها نفس الدور يعني، مش لازم سمارت موكبس، بس ده اللي هو دلوقتي قدامي موجود يعني. هبتدي ان انا اشوف اللي قدام اللي هو 2000 في 1200، على حسب بقى ابعاد كل اتجاه زي ما انت شايف كده بيوريك وعامل ازاي. طبعا ده في البرو، انا بس بشوف انا بوريك شكله. وهنا اقدر اعمل كاستمايز للسين بتاعي شويه، اظبط فيه شويه حاجات. ممكن اروح اعمل كاستمايز للكالر بوكس نفسه، ممكن اظبط فيه حاجات، ممكن بص بتغير فيه شويه حاجات، مثلا تخلي البوكس من بره له لون معين لو انت حابب، عايز تسيبه بنفس اللون سيبه بنفس اللون، انا شايف ان هو بنفس اللون افضل. وبعد كده بتبتدي ان انت تعمل داونلود. هعمل ساين اب تو داونلود علشان اشوف الشكل النهائي هيكون عامل. خلاص انت كده عملت الباكج اللي هتحط جواها المنتج بتاعك. زي ما قلت لك في حاجات فور فري يعني، انا ممكن اروح للباكجينج كده باجز اند بوكسز، وتروح في حاجات في البرو في حاجات فور فري. اللي فور فري مفيش مشكله فيه يعني، هينزل وهتقدر تشوفه من غير ووتر مارك. في بقى حتة التصميم. انت التصميم يا جماعة سهل جدا جدا. انت بتروح سي مثلا انت هتعمل فيسبوك اد، نفترض ان انت عندك صفحة على الفيسبوك، فبتبتدي ان انت تختار فيسبوك اد. ليه فيسبوك اد؟ علشان الابعاد بتاعة الاعلان يعني، انت كده الابعاد الخاصة بالبانر بتاع الاعلان يبقى مظبوط وكل حاجة مظبوطة لما يجي يطلع ما يقولكش في مشكلة وانت بتطلع الاعلان. فهنا دي تمبلتس خاصة بالفيسبوك ادز. نفترض مثلا لو انا عندي حاجة زي كده اوكي، ببتدي ان انا اختارها واعمل كاستمايزيشن بمنتهى البساطة. الموضوع مش محتاج مصمم ولا اي حاجة، انت هتشيل البرجر تحط مكانه البيتزا. يعني هفترض مثلا اهو انا هشيل البرجر، حضرتك عامل باي 1 جيت 1 باي 2 جيت 1 براحتك جدا. نفترض ان انت عامل عرض باي 2 جيت 1 مثلا، هتشيل ال1 دي وتحط مكانها 2 اهي بمنتهى البساطه. وتبتدي ان انت تروح هنا تشيل اللوجو ده خالص تمام اهو، وتبتدي تحط اللوجو بتاعك اللي انت اصلا عامله. يعني هروح كده بس بسرعه
كنترول شيفت. طبعا انت روح صمم بقى اللوجو لوحده خالص لو حابب. هبتدي اجي هنا احط اهو، اعمل له ريسايز بس كده، ممكن اغير الباك شوية اخليه حاجة تانية عشان يظهر بس الشكل اكتر. وهنا انت بتروح للاليمنتس او الفوتوز وتقول بيتزا مثلا. انت راجل متخصص في السلايز بس، ممكن تشوف سلايزز اوف بيتزا او في البيتزا نفسها برضو، دي حاجة براحتك. انا هفترض مثلا اهو ادي اهي بيتزا، باي 2 جيت 1 فور فري. فانا هنا اوريهم ان انتوا هيبقى معاكم ثلاثه مثلا من نفس النوع او من نوعين مختلفين او زي ما انت عايز، وتبتدي بقى انت تعدل في البانر بتاعك وتطلع بيه اعلان على الفيسبوك بمنتهى البساطه. ده بمنتهى البساطه الاعلان اللي انت هتعمله بناء على اللوجو، بناء على الاوفر اللي انت بتقدمه. طبعا لما تكون بتصور كمان صوره لمنتج بتاعك انت اللي عامله، افضل ما تجيب صوره. طبعا دي حاجه راجعه لك، مفيش مشكله لو انت، بعض الناس هتقول لي ما عنديش كاميرا احترافيه اصور بيها والكلام ده كله، طالما انت هتعمل نفس المنتج. يعني هنا مثلا بيتزا بيبروني، فانت ممكن تعمل نفس الشكل مفيش مشكله، لكن طبعا يفضل ان هو يكون حاجه انت اللي عاملها، وتجيب فوتوغرافر كده يصور لك كام صوره من المنتجات بتاعتك وتمام، لان انت شغال في حاجه واحده بس هي البيتزا. يعني ده بالنسبه لفيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده، فيديو سريع وبسيط. انا بوصل لك افكار طبعا، وانت ممكن تبدع بقى، تكون بتصمم وعندك افكار افضل واحسن. وزي ما قلت لك الموضوع بسيط، وممكن ان انت تستغنى ان انت يعني تروح تجيب واحد محترف وتهاير وكده، انت ممكن تتعلم الكلام ده بنفسك وتعمله في البدايات على الاقل، وبعد كده ممكن تستعين بحد طبعا عنده خبره في التصميم ويعمل لك حاجات احسن وافضل. لكن ممكن تكون البدايات دايما بتكون صعبه ومكلفه، فممكن ان انت تقوم بنفسك بعمل الحاجه دي وتتعلمها. اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى على قناه كل يوم موقع جديد. يا رب نكون كل اللي بنقدمه بيفيدكم ويحوز على اعجابكم. وزي ما بقول لكم في نهايه كل فيديو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه لو بتشوفونا لاول مره، ولو كنت من متابعينا الاعزاء ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.